إدارة الصناعة توضح وترد على بعض الاتهامات وتوضح بشأن شراء طقم فريقها الكروي من شركة جيفوفا. نتابع. أكثر سنة بيها بالتصفيات النهائية الاتحاد نتابعها ننظمها، ولو شوف التشدد من الاتحاد حكام كله دوليين، حكام كله دوليين، ما معقول حكم دولي يجي يلعب مستوى لو يقلل من قيمة أمام العالم ويجي يجامل نفسه أو يجامل نادي الصناعة على حساب نفسه. صار فالح موسى أكثر واحد يتهمون من العام لحد السنة. مو عندكم فالح موسى عضو اتحاد، يا أخي عضو اتحاد على نفسه، مو عضو اتحاد على النادي، يعني هو ما يخص النادي، هو اتحاد، هو رجال يشتغل بالنادي مو الاتحاد. فأي حتى جيفوفا ثق بالله، لا فالح جابه ولا فالح اشترى. أنا وكابتن قصي اتصلنا بأحد الشركات بالبصرة ولا الصديق، خطيه جابناها بالنقليات وهنا اشترينا، اختارينا جبنا. هاي العمليه قبل التعاقد مع الاتحاد لو يعني بعد التعاقد؟ لا احنا اشتريناه حتى بصراحه نعطيك حتى موعد ايش وقت اشتريناه. اشتريناه بالشهر السابع، بدا مو السابع عفوا الخامس قبل البطوله، خامس قبل بطولتنا.